ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الرجلين، رجل مؤمن ورجل كافر، وقلنا سبب كفره إيه؟ الشك، الشك في المعاد أو الشك في البعث، وكان متباهي بالحديقتين اللي عنده. فالرجل المؤمن بقى بينصحه بيقول له ولولا، عارف يعني كلمة ولولا؟ يعني فهلا أو بالبلد كده، مش المفروض، مش كان المفروض تعمل؟ لما ربنا عاتب المؤمنين قال لهم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، مش كان المفروض يا مؤمنين لما تسمعوا حديث الإفك والإشاعات تحسنوا الظن في إخوانكم المؤمنين؟ فكلمة لولا بيقولوا عليها للتحضيض، يعني هلا. طيب مش كان المفروض تقول لما تخش جنتك الحديقة بتاعتك تقول، بدل ما تنسب الفضل لنفسك وتنسب انك هتجد برضو الكلام ده في الآخرة بدون عمل عملته ولا عقيدة صحيحة، كان منبغي عليك اللي انت تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقول لولا مشيئة الله ما كانت لي هاتان الجنتان، لا قوة عندي في تحصيل وفي أن يكون عندي هاتان الجنتان، إنما هو من فضل الله عز وجل. وده أهم مبدأ ممكن نطلع بيه النهاردة يا إخوانا، أن ننسب النعمة إلى الله تبارك وتعالى دايما. لو أنت صاحب منصب تقول لنفسك كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش بشطارتي ولا بمهارتي ولا خبرة السنين ولا تعبي ولا سفر للسعودية، مفيش الكلام ده، ربنا اللي أراد ذلك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما عنديش قوة إلا باستعانتي بالله عز وجل، لولا استعانتي بالله ما حدث لي هذا المنصب أو ما حصلت هذا المنصب. المرأة الحسناء تشكر نفسها، تشكر ربنا وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صاحب المال يقول لنفسه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنا العبد الضعيف، أنا العبد الفقير، ده ربنا اللي من علي. ويبقى الإنسان يستشعر فضل الله عليه. وطبعا بعض السلف قال إذا أعجبك شيء في نفسك أو عند غيرك فلتقل بدلالة هذه الآية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأن عندنا حاجة يا أخونا اسمها العين، في فرق بين العين والحسد. الحسد اللي أنا بكره أن تنعم بهذه النعمة، لكن العين أنا مش كاره لك شيء ولا أنا بحبك، بس ممكن أشوف عندك سيارة فارهة فأنا أقول العربية دي حلوة قوي، ممكن تصاب العربية بضرر تقول لي أنت أنا ما حسدتكش، أنا بحب لك الخير، بس أنا كده حاجة اسمها إيه؟ العين، أنا أصبتك بالعين. فالعين ملاش دعوة أنت بتحب الشخص ولا لا، العين أن يعجبك الشيء دون أن تبارك عليه أو دون أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والأفضل اللي أنت تقول اللهم بارك. ليه؟ لأن ده اللي النبي قاله، قال من أعجبه شيء فليبارك عليه. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لما عاتب الراجل اللي أصاب أخوه بالعين قال على ما يقتل أحدكم أخاه هلا بركت؟ يبقى دايما على لسانك اللهم بارك، بارك الله لك في سيارتك، بارك الله لك في أولادك، بارك الله لك في مالك. اوعى تشوف شيء يعجبك عند الناس دون أن تعقب اللهم بارك. أو في نفسك ممكن حد يعين من العين، يصيب عينه، يصيب نفسه بالعين، نعم ممكن واحدة هي اللي تضر نفسها بالعين، تثني على جمالها دون أن تبارك، والراجل برضو يثني على أولاده دون أن يبارك، الأولاد عيوه علشان هو أصابهم بالعين. يبقى دي العين المعجبة، بيقول لك في فرق بين العين الحاسدة والعين المعجبة. الحاسدة خلاص ده واحد عدوي بيكرهني وبيكره الخير اللي عندي، ده مفهوم، لكن العين المعجبة عين بتعجب بالشيء فيضرني، سواء كان من شخص لشخص أو من الشخص لنفسه. دائما يا أخواننا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والأحسن يعني دي تنفع، هذا الذكر ينفع بدلالة الآية.
والأحسن الذكر اللي النبي قاله بقى هلا باركت، اللهم بارك. إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا، أنت بتستكبر عليا لأمور دنيوية، تستكبر عليا وتقولي أنا أكثر من كمالا وعز نفرة عشان أنا أقل في المال والأولاد، طب ما ممكن الآية تنقلب. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ممكن ربنا يديني أحسن من اللي عندك، لأن الدنيا دي في لحظة بتتغير. ويرسل عليها حسبانا من السماء، الحسبان يعني العذاب، وكلمة حسبان جاية من الحساب، كأن الله يحاسبك على ما كسبت يداك بالعقوبة المعجلة، فمن هنا جاءت كلمة العذاب، أو بمعنى كلمة الحسبان بمعنى العذاب، كان ربنا حاسبك خلاص وعاقبك على نتيجة كبرك وكفرك به سبحانه وتعالى. ويرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، يعني تصبح أرضا ملساء لا نبت فيها ولا شجر ولا ثمر، أرض خاوية فاضية، فين الشجر؟ ربنا دمره، دمر الشجر والنبات والزرع. قادر ولا مش قادر؟ قادر. فبرضو يا أخوانا من أسباب اللي أنت لا تتكبر في الأرض إن كل شيء ممكن يزول فجأة بين عشيات وضحاها، تجد نفسك بلا منصب بلا مأوى، الشركة تستغنى عن 35% من العمالة وانت كنت مدير تسويق، طب مع السلام قاعد في الشارع، اللي انت كنت عمال تتفاخر بمرتبك اللي معدي 20,000 جنيه، ففجأة كل حاجة ممكن تروح، أولادك يروحوا في حادثة عربية قدر الله ما شاء فعل، اللي انت كنت هتستند عليهم لما تكبر. فما دام الدنيا مفيش ضمان لبقاء النعم فيها، فيجب أن تشكر هذه النعم دائما حتى تبقى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم بالنعمة إن عذابي لشديد. يبقى الإنسان خايف، خايف كده إن كل نعمة عنده خايف تزول، فبيشكرها وبيستعملها في طاعة ربنا عز وجل. أو يصبح ماؤها غورا، المية اللي أنت بتسقي بيها الحديقتين دول تكون غورا، غورا يعني غائرة في الأرض، جوه الأرض ما تعرفش تجيبها، فلن تستطيع له طلبا. ربنا قادر على كل شيء، فما تتباهاش بهذه النعم. وأحيط بثمره، حدث اللي الراجل اتكلم عنه إن ربنا أهلك هذا الثمر، وأحيط بثمر يعني أحاط الهلاك بثمره، وفيه دلالة على إتلاف الشجر، الثمر اتدمر نتيجة إن الشجر اتدمر. وأحيط بثمره، موقف صعب قوي، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، مشهد فظيع بالنسبة للرجل، خاوية على عروشها يعني سقط بعضها على بعض، فارغة من الخير والثمار والشجر، ويقول حيث لا ينفع الندم بقى، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يعني معنى كده الرجل ده يا أخوانا كان عنده نفس مشكلة المشركين، المشركين اللي على أيام النبي برضو كانوا عندهم مشكلة الشرك، يعني بيعبد مع الله آلهة أخرى، وعندهم في نفس الوقت إنكار للبعث والشك في البعث، يعني كانوا بيعبدوا ربنا بس بيشركوا معه، يعني يجعلوا وسائط يدعوها من دون الله زي الأصنام والأوثان، وفي نفس الوقت هم عارفين ربنا اللي خالق ورازق، برضو عندهم شك في موضوع البعث. الراجل ده زيهم بالظبط، عنده شك في البعث وعنده إشراك مع الله في العبادة. نفس قصة برضو أصحاب الكهف، كان قومهم نفس الفكرة، كانوا مش هم اللي قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة، الشركة هم، وعندهم مشكلة تاني برضو في موضوع البعث. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، برضو كانوا مختلفين في موضوع البعث. فموضوع البعث والشرك موجود في قريش، موجود في قصة أصحاب الكهف، موجود في قصة صاحب الجنتين. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. انت مش قايل من شوية وأعز نفرة، مش انت كنت بتقول أن أكثر عشيرة وأنصارا، فينهم؟ خليهم يقولوا للهلاك بتاع الثمار، لا واقف ما تهلكش الثمر، خليهم يقفوا قدام قدرة ربنا عز وجل. انت بتستند على شيء تافه أمام قدرة الله تبارك وتعالى. هو برضو انت تقول لنفسك ده انا معايا، ده انا مش عارف ايه، السفينة تايتانيك المشهورة، يعني
قيل يعني ان قائدها او صاحبها قال ان السفينه دي لا يمكن ان تغرق، يعني قال من كتر الامكانيات اللي روعيت في السفينه تايتانيك المشهوره ان لا يمكن ان تغرق هذه السفينه. ومن اعجب العجب انها غرقت بجبل جليد صغير ما عرفوش يتصرفوا قصاده، فغرقت في بشكل مدهش جدا. لان انت بتتحدى مين؟ بتتحدى قدره ربنا عز وجل؟ ايه سفينه ولا ايه قريه ولا ايه حديقه ولا ايه مدينه؟ ربنا سبحانه وتعالى قادر على اهلاكها ان يعني انزل العقوبه عليهم. خط برليف ماشي، وخط برليف وغيره. يعني هنالك الولايه لله الحق. في الموقف ده النصره الحق لمين؟ لله، مش للناس ولا للبشر ولا للمنصب ولا للمال. هنالك وقت الزنه النصره لله الحق، ومحدش يعترض على ذلك لانه شايف بعينه. ممكن تقول له النصره اللي يقول لك لا ما انا برضو معايا فلوس كتير، ما انا معايا برضو ناس جامده، يعني ممكن يشكك في ذلك. لكن في موقف وهو شايف الهلاك قدام عينه يوقن تماما ان النصره لله، النصره الحق لله، هو خير ثوابا وخير عقبا. يعني ربنا هو الاكثر في الثواب، هو الذي يثيب ولا احد يثيب مثله، وخير عقبا. عقبا يعني عاقبه، يعني من يتولاهم من المؤمنين يكونون في خير في العاقبه والمآل والنتيجه بفضل الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.